مرحبا بكم. اليوم مع الأربعاء يكون الموعد مع نهائي كاس تونس بين الترجي والأولمبي البيجي في ملعب حمادي العقربي برادس بإدارة الحكم هيثم جيرات ونصر الجوادي في الفار. الترجي يبحث على لقب 16 لي في تاريخه، الأولمبي البيجي من أجل ثالث لقب لي في كاس تونس. التشكيلات المحتملة للزوز فرق بالنسبة للترجي: صدقي الدبشي في حراسة المرمى، محمد بن علي، محمد بن حميدة، محمد علي يعقوب، يمين توغاي في الدفاع، قدامهم موجود زكريا العيب، موجود أيضا محمد علي برمضان، صابر بوغرين في الخط الأمامي، أنيس البدري، رشيد العرفاوي، محمد علي بن حمودة. بالنسبة لتشكيلة محتملة الأولمبي البيجي: أشرف كرير في حارس المرمى، ريان الدريبيلي، محرز بالراجح، ياسين بوبيد وكاساغا في الدفاع، قدامهم باباكر سار، اسكندر الشيحي، محمد العبسي، لامين با، أسامة بوغرة، عثمان السعيدي. منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام يلعب اليوم على 7 مقابلة الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول من مونديال الأرجنتين ضد منتخب الأوروغواي. في نفس التوقيت العراق تواجه انجلترا. ورأيت الترتيب: انجلترا الاولى 6 نقاط ديجا ضمن التأهل، المركز الثاني في الاوروغواي ومنتخبنا الوطني عندهم 3 نقاط، مركز اخير العراق 0 من النقاط. منتخبنا مطالب اليوم بنتيجه ايجابيه، اقل شيء التعادل اللي يقوي من حظوظه باش يكون اقل شيء، انه معني حتى بالفرق الافضل، فرق 4 فرق في المركز الثالث، وعلاش لا اذا كان ممكن نحلموا بانتصار امام الاوروغواي. ان شاء الله كل التوفيق لعناصرنا اليوم بدايه 7 تاع العشيه. اليوم 28 مايو 2023، 95 عام على تأسيس النادي الكبير والعريق النادي الصفاقسي، 95 عام من المجد، العراق، الألقاب المحلية والإقليمية والإفريقية. ألف مبروك لكل عائلة السي اس اس، أحباء السي اس اس، كل عام والنادي الصفاقسي حيب ألف خير. كل عام والنادي الرياضي الصفاقسي حي بألف خير، 95 عام على تأسيس النادي الرياضي الصفاقسي. نواصلوا أخبارنا في كأس الكاب، حاليا يتلعب ذهاب الدور النهائي بين يونغ أفريكانز التنزاني لدرب نصر الدين نابي واتحاد العاصمة الجزائري. بعض المواعيد في إيطاليا حاليا: بولونيا نابولي، 8 غربوع اليوفي ميلانو، في إسبانيا 6 البارسا ريال مايوركا، في أنجلترا 4 نص أرسنال وولهامبتون، تشيلسي نيوكاسل، مانشستر يونايتد، فولهام، ساوثهامبتون تواجه ليفربول. كانت هذه ثري نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فاما فونات. نخليكم مع سارسون وصالح في جلوبيكات.